طال تجنب المواجهة، لكن السقف لم يعد يتحمل ثقل الأدلة، وعليه يجب فورا إدراج ميليشيات حزب الله اللبنانية بجناحيها العسكري والسياسي على قائمة الإرهاب الألمانية. نحو هذا الاتجاه يضغط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، ويطالب البرلمان بتبني الموقف وإحالته إلى الحكومة. ليس على برلين أن تنتظر حتى يقع الفأس في الرأس ثم تتحرك، فعدم تنفيذ ميليشيات حزب الله لأي عملية إرهابية داخل الأراضي الألمانية في السنوات الأخيرة لا يعني أن البلاد سلمت من الشر، يقول حزب البديل من أجل ألمانيا، بل إن الخطر قائم والآن أكثر من أي وقت مضى. الآن حيث يضيق الخناق بشدة على ميليشيات حزب الله في عواصم غربية أخرى، خريطة الحظر تتسع وشرايين التمويل تقطع، وكل تحركات الموالين تحت المجهر. مؤشرات مجتمعة تستدعي تجاوز التفاوت في وجهات النظر داخل أروقة الأحزاب السياسية الألمانية، وفق الدافعين نحو حظر ميليشيات حزب الله كليا في ألمانيا. يضاف إلى تلك المؤشرات معطيات أخرى ترفع منسوب الخطر، فتمويل تلك الميليشيات لأنشطتها العسكرية تحت مظلة الأنشطة السياسية والاجتماعية في اتساع، وأعداد الموالين لها في البلاد في ارتفاع. حوالي 1050 شخصاً في عام 2018 مقارنة بنحو 950 موالياً لتلك الميليشيات في عام 2017 وفق تقرير للمخابرات المحلية في ولاية ساكسونيا السفلى. تمضي الأمور إذن نحو ما تبغيه واشنطن تماماً، فرحلة وزير الخارجية الأمريكي قبل نحو أسبوع إلى ألمانيا ضغطت بهذا الاتجاه. طلب بومبيو مضيفيه بحذو حذو بريطانيا وتصنيف تلك الميليشيات اللبنانية بجناحيها العسكري والسياسي كيانا إرهابيا. يهم الإدارة الأمريكية كثيرا محاصرة ميليشيات حزب الله، فهي تعني تقليم أظافر أداة إيران الأهم ويدها الطول في صناعة الإرهاب حول العالم.